البنات، مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير في هذه الظروف اللي رانا فيها، ونتمنى ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا فيديو اول شين كنت شريتهم، سي دي زارتيكل كنت شريتهم من قبل على جال الربيع، مي بحكم الظروف اللي كنا فيها واللي رانا فيها مازلنا فيها اكطوالمون طولت شويه باش ندير لكم الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نقول لكم البنات بيان سور صحه رمضانكم، ان شاء الله يفوت علينا بالصحه والعافيه، ونقول لكم تهلاو في رواحكم بيان، كلوا مليح بحكم الظروف اللي رانا فيها. لازم الواحد يقوي المناعه تاعو، وان شاء الله يعني نقدر ندير لكم دي فيديو بخصوص المناعه. نفوتوا الفيديو تاع اليوم. الفيديو تاع اليوم راح نهضروا فيه على دي زارتيكل كون شريتهم من شيئين عندي مده قبل حكايه كورونا بشويه، على جال باش يلحقوني في ربيع ونلبسهم بيان سور، مي اون فان دو كونط لحقوني شويه اون غوتار، وانا زدت روطارديت شويه الحكايه بلو كونفينمون، يعني لي زارتيكل كي لحقوني حتى هما درت لهم ان كونفينمون. كيفاش درت مع لي زارتيكل تاعي بالنسبه للناس اللي راهي حابه تشري في لا بيريود اكطويل؟ واش ديروا؟ انا لو كولي كي لحقنيه حكمته ديتو في بلاصه ايغي، يعني وين كاين الهواء، ديزانفيكتيت لو كولي بلو جافيل ولا اي ديزانفيكتون كان عندكم، ومسحته وخليته دو كوتي في بلاصه فيها الهواء بوندون 14 جور. على بالي سي اكزاجيري، مي الوقايه خير من العلاج. ابخي لي 14 جور واش درت؟ رحت جبت لو كولي، نحيت منه لي زارتيكل ان باران، نحيتهم من لي ساشي وغسلتهم حطيتهم في الشمس يشيفو. بيان سور لي زارتيكل كنت رميتهم، يعني ما عنديش واش ندير بهم، احتمال يكون فيهم لو فيروس ولا، يعني مالغري كو ما فيهمش نورمالمون، ما فيهمش ابخي 14 جور. وزيد يعني بالنسبه للناس اللي هكا مالغري تو سا ومازالوا متخوفين، نقول لكم بلي لو سيت شيئين راهم ينيطوايو وديزانفيكتيو في لي زارتيكل ان باران، يعني راهم مزيرين شويه حاله كونسيرنون لا ديزانفيكسيون، وراهم يطولوا باش يليفريو، يعني يطولوا باش يبعثوا لارتيكل على جال لا ديزانفيكسيون هذه اللي راهم يديروا فيها. وزيد لي حاجه اخرى راهو حطوا في لو سيت او ام اس، تقدروا تحوسوا عليها، قادره نحطها لكم اذا لقيت ليماج، اذا ما لقيتهاش تقدروا تشوفوها في لو سيت شيئين ليمان، تدخلوا تلقاو بلي في لوامس كتبوا بلي لي زارتيكل هادو لي كولي ما يهزوش معاهم لو فيروس. ليسونسيال دوكا نفوتو لي زارتيكل ديريكتومون. واش شريت هاد الكولي؟ بون هاد الكولي اللي جاني المره هذه كنت شريت كوم بروميير ارتيكل اللي هو لو بلازير هذا، سي ان بلازير سامبل، ان بلازير نوار سامبل، هذا ان بلازير نوار سامبل ان بازيك اللي كامل لازم يكون عندنا، وانا كنت محتاجه واحد كيما هكذا. سي ان بلازير لي ماشي طويل بزاف، بالنسبه لوحده متحجبه يجي قصير يغطي شويه يعني، مي ماهوش طويل بزاف او بوين وين يلحق للركبه. هاد لو بلازير لو ديتاي اللي عجبني فيه هو لي ديتاي اللي جاي في لي مونش، فوالا كيما راكم تشوفوا لي مونش تاعو. هاد لو ديتاي اللي كاين في لي مونش جاي كيما هكا، سما ما تقدروش تنحيو هاد لي بلي هادو، ما تقدروش تنحيوهم، سما هو مخدوم هكا دوريجين. يجي افيك بون ان كول سامبل كيما راكم تشوفوا، فوالا ما فيهش دي بوطون ولا، افيك دي فوس بوش، عنده دي فوس بوش. سي ان بلازير لي جي دوبلي، يعني فيه اون دوبلور نوار باردون، يعني دو بون كاليتي. لا ماتيير تاعو سي با ان بلازير لي تقدروا تلبسوه بيان سور في الصيف، ماهوش خفيف بزاف وماهوش يعني تاع الشتا. هذا سي ان بلازير مليح للربيع والخريف بيان سور لا سيزون اللي شريتها على جالو. لهنايا نزيدو نشوفو كيما راكم تشوفو البلازير هذا حاطه معاه ان سانتور، سي اون سانتور سامبل اللي كنت شريتها حتى هي من لو سيت شيئين. بالنسبه لا كاليتي البنات ننصحكم بها فريمون، سي اون تري بون كاليتي. بالنسبه لا كاليتي بري، انايا لهنا في لي فيديو تاعي ماذا بيا نعلمكم تشرو انتيليجامون، يعني الشراء بطريقه ذكيه. الواحد لازم يشري ماشي ديما باش يخسر مال، مي باش يوفر ثاني شويه. علاه نحب نشري من لو سيت شيئين؟ انايا حبيت نقول لكم بلي نحب نشري بزاف من لو سيت شيئين باسكو لي بري تاعو يسقامو لي قل من هنا لالجيري، قل من واش نلقى لي بري في لالجيري. كيما هذا ابوبري ما سقامليش افيك لي بون، افيك لي بون دو ريدكسيون سقامني ابوبري قريب 3000 دينار، قريب 300000 300000 ان بلازار. كيما هذا ما نلقاوش هنا 300000، ابارتير من 4000 دينار باش نبداو نلقاو لي بلازار دو سو جونغ. الوغ على بها نحب نشري من لو سيت شيئين، صح نطولوا عليا شويه لي زارتيكل، مالفين في العاده يعني ما يطولوش بزاف، يديروا 20 جور دي فوا ميم 15 جور يلحقوني لي زارتيكل، سما مش حاجه كبيره يعني تكومونديهم قبل برك لا سيزون باش يلحقوك جوست مع الوقت. صوف في هذه المره كان شويه يعني الظروف غير ملائمه، خلصنا مع لو بلازير هذا نفوت للدوزيام ارتيكل. سي ان بول بلون سامبل كيما راكم تشوفوا. سي ان بول اللي هو جاي بوكو بلوس ربيع خريف. لا ماتيغ تاعو شويه الاستيك كيما راكم تشوفوا افيك ان بتي كول اللي يجي شويه يعني سي ان كول اللي يجي شويه طالع با ان كول غوليلي كيما افيك لي بتي ديتاي هنايا كيف كيف من تحت باردون ويجي الاستيك الاستيك بصح ماهوش لو جون هذاك اللي يعني لا ماتيغ تاعو ما تحملوهاش. ماتيغ تاعو خفيفه بزاف هايله يعني. بيان سور هاد لو بول يحتاج انكم تلبسوا تحتو حاجه شويه ترونسبارون. الديتاي اللي عجبني فيه هو لو ديتاي اللي كاين في لي مونش. شوفوا لي مونش تاعو كيف دايرين بون يجيبوا فونت منا ابري مزيرين زيد يجي فيهم ان بو دو تيسو لو ميم اللي كاين في لو بول. هاد لو بول يجي هايل ملبوس ما يبانش مليح هكا. سي ان بول يبان سامبل مي فريمون اون فوا ملبوس يعطي فريمون واحد لالور يعني مليحه. ان شاء الله كاش مره نلبسو في كاش فيديو كون درتها ونوريهولكم باش يبانلكم خير. فالو لو بول هذا انا كنت ديتو في لا طاي ان. سي ان بول اللي يجي سيغي يعني يجي مزير مع لو كور وما يجيش طويل بزاف يجي قصير. ان شاء الله بون يكون عجبكم كيما عجبني يعني. نفوتو لارتيكل الاخر اللي هو ليكات بلو نوي. ان شاء الله لا كولور لهنا يتبان لكم في الفيديو قادره تبان شويه فونسي. ليكات بلو نوي فريمون يعني عجبتني هذه بوغ لا طاي. صح قبل ما نبدا كلشي نهضر لكم على لا طاي باسكو انايا حرت شويه باسكو درتها في لا طاي اس. نورمالمون لا طاي اس تجيني شويه صغيره مي جاتني سوا ميم جاتني شويه عريضه يعني. هذه تلبس لا ليكات هذه تلبس كان شي حد شروها. Il faut faire attention la taille. Il faut faire attention la taille. يعني تشرو طاي سواء جوست لا طاي تاعكم ولا طاي شويه قد. بالنسبه لي طاي تاع لو سيت شيئين بربي ان شاء الله قلت لكم راح ندير لكم فيديو سبيسيال كيفاش تشرو من لو سيت شيئين وراح ندير لكم فيها كيفاش تخيروا لي طاي يعني على حساب الكور تاعكم يعني بالقيس. قيسوا لو كور تاعكم وتخيروا على حساب لو كور تاعكم باش يجوكم لي زارتيكل سوا. يعني pour le moment j'ai jamais été déçue من حكايه لي طاي في لو سيت شيئين. ديما لي زارتيكل يجوني ملاح. بون ليكات نروحو نعاودو نرجعو ليكات هذه. ليكات هذه كما راكم تشوفوا نبداو لوكول. لوكول شوفوا تاعها كيفاش داير يجي شويه هكا بليسي فوالا. من بعد هاد ليكات هي ستون ليكاتون فولار يعني القماش تاعها جاي فولار خفيف ودوبلي. تجي منا تجي شويه تبان كلي بوفونت كما راكم تشوفوا. من بعد تجي مزيره وتجي واسعه من التحت تجي واسعه منا. Elle est doublée, يعني c'est une liquette جايه فولار avec une doublure يعني مليحه يعني de très très bonne qualité. انا عجبتني لا كاليتي تاع ليكات هذه. اون بلوس في هذا كامل عندنا لو ديتاي تاع لي مونش اللي هو جاي اوريجينال كيما لي مونش اللي شفتوهم في سي بريسك لو ميم ديتاي اللي في لو بول بلون. ابار هذا هنايا يجي منا صغير في الاخر. هذه ليكات تليق للربيع خريف وصيف اوسي. الصيف كي ما يعودش كاينه سخانه بزاف بيسك فيها لا دوبلور يعني هي ماهيش سخونه كي تلمسوها ماهيش سخونه. من ورا فيها اون بتيت فيرميتور هكا افيك ان بتي بوطون فوالا. سي اون تري تري بال ليكات وتجي مليحه تجي جوست مع الركبه تما في الطول تاعها الي تري تري بيان يعني بالنسبه للناس اللي دايرين لو فولار. نفوتو لارتيكل الاخر اللي هو ليكات هذه اللي فريمون كنت ميزه عليها فوالا. سي اون ليكات كيما راكم تشوفوا تبان تغوي من بعيد. سي اون ليكات نوار اللي فيها دي بتي بوطون دوري. انا جاتني فريمون مينيون هاد لا ليكات. زيد فيها واحد لي ديتاي اللي يعجبو كيما شوفوا لهنا في لو كول. لو ديتاي اللي كاين في لو كول دانتيل واحد لا دانتيل مخدومه في لو كول سامبل زادتها بهوا. بون لهنا تشوفوا ثاني لي بوطون تاعها دوري سامبل ما كثروش فيها الديتاي. هذه ليكات اوسي تجي مزيره من الوسط ومن بعد تجي لهنا واسعه. ليكات هذه ثاني تجي بريسك مع الركبه. لو ديتاي الاخر اللي كاين اللي هو لو ديتاي تاع لي مونش كيما راكم تشوفوا. سي دي مونش اللي جو مزيرين من الفوق ومن بعد يتفتحوا زيدو يتصايروا منها يعني. هاد لي ديتاي اللي راهم خارجين على مود اكطوالمون فوالا. هاد ليكات عجبتني بزاف سي ان كود كور. هادو هما لي زارتيكل اللي كنت شريتهم ديرنييرمون لو سيت شيئين. بالنسبه راح نزيد لكم دي زارتيكل واحد اخرين كنت شريتهم من قبل الافونس اللي هما دي روب دوكازيون. بالنسبه للبنات اللي راهم يوجدوا في الوقت الحالي اللي رانا قاعدين فيه في الديار ما نقدروش نخرجوا بزاف لي ماغازون وقادرين ما نلقاوش كلكو زارتيكل متوفرين نكونوا حابينها. ننصحكم انكم تشرو من لو سيت شيئين يعني فريمون تلقاو tous les articles. بالنسبه ثاني للعيد تقدروا تشرو من سيت شيئين للعيد باسكو كاين دي زارتيكل ملحمه للعيد. انا هاد لي روب اللي شريتهم سي دي روب دوكازيون كون شريتهم من قبل على جال دي زوكازيون يعني سبيسيال، راح نوريهم لكم او موا تدو اون ايدي باش تشوفوا. اول روب اللي هي لا روب تاع القطيفه هذه فريمون سي دي روب يعني صراحه جيتي ايتوني من لا كاليتي، يعني تالمون ها كاليتي هايله والموديل باهي، يعني صافو لكم انكم تشروهم. كيما لا غوب هذه الاولى اللي هي غوب بلو نوي قطيفه بصح من الخفيفه، يعني ماهيش ثقيله مش ثقيله بزاف ومليحه جايه طايحه ماهيش ثقيله. هذا واش عجبني فيها، وزيدي مخدومه بالدوغي كيما راكم تشوفوا. حبيت نوري لكم هذا الديتاي اللي كاين في لوكول فوالا باسكو هذا هو الديتاي يعني لو بلوز اسونسيال اللي في هاد لا غوب ومبهيها. من بعد يجيو لي مونش ثاني، شوفوا لي مونش كيفاه مخدومين. فريمون سي اون روب تقدروا تقولوا ما بين تراديسيونيل اي لو مودرن، سي اون تري تري بيل روب يعني فريمون اون بيس اوريجينال بور موا. ديتاي ثاني اللي كاين لهنا في لي مونش، هاد لا روب تجي سور تاي يعني تجي مزيره على الطاي، ماهي طويله ماهي قصيره. سما سي اون روب اللي تجي كيما راكم تشوفوا ماهيش ميني وجايه يعني نقدروا نقولوا ما بين لو ميدي اي لو نو، طويله جايه طويله مي ما تلحقش الركبه، جوغ تلبس ما طويله ما قصيره. فوالا فيها اون فيرميتور منا من لورا، فيرميتور سامبل اللي ماهيش باينه يعني سا جان با كي تلبسوها، وفيها من لور ثاني اون بتيت فونت. انا واش يعجبني في لو سيت شيئين انهم يحسبوا لكل ديتاي، يعني كيما اون غوب كيما هذه شوفوا شحال من ديتاي فيها. و بور لا كاليتي بري ثاني والله البنات فريمون لا كاليتي بري يعني ما تحسبش شكون وحده كيما هذه ديجا باش تخيطيها وتجيبي القماش ورايحه جايه على الخياطه. جو بريفير اني نشريها واجده ان ستيل تراديسيونيل مودرن يعني اوريجينال ما تلقايهش ملبوس بزاف. فوالا هذه مليحه بالنسبه وسي لخريف شتا، يعني خريف شتا بس تلبس في الدار. باردون ما شفتوش كان فيها خيط لهنا، ما شفتوش ديزولي. فوالا نعاود نوريها لكم، يعني كي تزيدي تشوفوها قدامكم وتجي ملبوسه ما عنديش واش راح نقول لكم، يعني في لابوتي تاع لا روب هذه. سي اون روب اللي مليحه كيما قلت لكم، سي دي روب دوكازيون يعني هادو كيما هذه مليحه نشوفها. باغ اكزومبل وحده جايين يشوفوها ولا وحده توجد حابه تدي معاها دي روب يكونوا باهيين وستيل يعني ما شافتوش اوريجينال من قبل. بالنسبه للتوجد ولا ننصح بها بزاف البنات اللي حابه تسقسي على لو بري ولا تبعث لي ان كومونتير من تحت، وبربي ان شاء الله جو لي ريبوندر ونعطيها كامل لي ديتاي. لارتيكل الاخر اسمحوا لي مانيش محدده لا روب. هاد لا روب سي اون روب سامبل اون ميم طون فيها ان بتي ديتاي اللي يخليها شويه يعني روب دوكازيون. فوالا كما كتشوفوا لهنا هذا القماش عادي سي يعني مش حنقول لكم قماش عادي الاستيك شويه ماهوش بارد بزاف وماهوش سخون بزاف، يعني يليق حتى هو ما بين الربيع والخريف. فيها لو ديتاي تاع لي مونش كما راكم تشوفوا كيفاه دايرين لي مونش تاعها، يعني ديتاي اوريجينال تاع لي مونش يجو هكا. فوالا تجي منا كما راكم تشوفوا مزيره ومن بعد تجي تتوسع بهذا لو بروكا. هاد لا روب تجي تحت الركبه بشويه وكي تلبس اللي تزيد تبان، يعني البنات لي زارتيكل كامل كي يتلبسوا يبانوا خير، وبيان سور كيما يعودوا قدامك يبانوا خير تاعهم فلوس. من لورا فيها اون فيرميتور اللي ما تبانش ثاني بزاف، يعني هذا واش عجبني في لي فيرميتور تاعهم يخدموهم يعني داخلين، ماشي دي فيرميتور على برا، سي دي فيرميتور يخدموهم على الداخل يعني اللي ما يبانوش. فوالا وتجي واسعه من تحت لو بروكار، هذا اللي لتحت بروكار سي تان بروكار جيسبر يكون باين. بروكار دوري ولا برونز نقدروا نقولوا سي با دوري، سي تان بروكار ما بين دوري اي لو برونز، رايح شويه لو برونز وفيه لو نوار دي فلور نوار. بون هاد لا روب ثاني الي تري 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 جولي اون فوا بورتي، سي اون روب دوكازيون تقدر تلبسوها في العيد ولا في مناسبه خفيفه حفله خفيفه. نفوتو لدرني ارتيكل اللي هو لا روب هذه اللي عجبتني بزاف سي مون كو دو كور. هذه لا روب سي اون روب اللي هي سامبل مي بيل. فوالا سي اون روب نوار كما راكم تشوفوا، روب نوار تبان سامبل افيك دي ديتاي اللي هما يعني سامبل. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا، شوفوا لي ديتاي تاع لي مونش اللي كاينين. سي اون روب نوار سامبل، القماش تاعها لهنا يجي ثقيل، القماش راكم تشوفوا فيه ثقيل ودوبليه. هاد لا روب ثقيله تبان اون روب كيما لي روب دو برانسيس هذوك لي جو ثقال، يعني حاطين رواحهم باسكو شوفوا دايوغ لا فورم تاعها كيفاش دايره، تجي من الفوق هنا سيري في الوسط ومن بعد هنا تجي واسعه كوم لي روب دو برانسيس، مي جايه قصيره. هذه تجي تحت ركبه بشويه افيك دي بلي كيما راكم تشوفوا لهنا دي بلي. لو ديتاي اللي عجبني بزاف هو لو ديتاي اللي كاين لهنا في لي مونش، شوفوا جيسبيغ راهو يبان لكم مليح. سي دي مونش اللي دايرين بالدونتيل وفيهم واحد لي فلور، هاد لي فلور فيهم واحد لو روفلي دوري، يعني كي تلبسوها تقدروا تلبسوها مع دي زاكسيسوار دوري باش يبانوا لو روفلي هادو. فوالا ومن اللور شوفوا كيفاش مخدومه من لو ديريير ثاني كيف كيف فيها لا فيرميتور اللي تجي من الداخل يعني ما تبانش. وزيدين لهنا كيف كيف لو ميم ديتاي اللي في لي مونش كاين لهنا تاع لا دونتيل، تجي شويه مفتوحه لهنا افيك ان في ومن بعد تجي مزيره وتهبط حتى هي افيك دي بلي من اللورا. سي اون تري تري بيل روب اون فوا بورتي، كيما لا روب هذه اون فوا بورتي تعطي واحد البهاوه، يعني فريمون البنات ننصح بها بزاف. هذه بالنسبه للشوفه يعني الي تري تري افيكاس، انا نعتبرها باللي سي لو سامبل مي pardon simple et élégante. هذا واش حابه نقول، elle est simple et élégante. هاد لا روب فريمون تستاهل انكم تشروها، يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم مناسبه يعني وما حصلوا في لي روب ويحبوا الحاجه سامبل اي لو نوار. بيان سور البنات اللي يحبوا لو نوار elle est élégante ما تحتاجوش مع حاجه بزاف، تقدروا ديروا لها اون سانتور دوري بيسك فيها لي ديتاي دوري لهنا، سانتور دوري لهنا سامبل باش تزيدوا لها شويه تضويوها كما نقولوا تبدلوا شويه لي كولور ولا سولمون لي زاكسيسوار والشعر يكون مخدوم ليه. بون البنات مع هاد لا روب نكون خلصت الفيديو، ان شاء الله يكونوا لي زارتيكل تاع اليوم عجبوكم. البنات ندوموندي منكم انكم تسقسيوني في لي كومونتير لتحت اذا حابين تعرفوا طريقه الشراء، بيان سور اي حاجه حبيتوا تعرفوها باش كيديروا لي لي كيسيون نقدر نديرهم في الفيديو اللي راح نديرها تاع طريقه الشراء من لو سيت شين. نقدر ندير لكم ثاني دي فيديو واحد اخرين على طريقه الشراء من دي سيت واحد اخرين اي سورتو لو سيت علي اكسبريس. وانا واش حابه ندير لكم، حابه نعلمكم كيفاش تشرو انتيليجامون، يعني نشريو بذكاء. بيان سور منها نوفروا المال ونوفروا بربي ان شاء الله الوقت، يعني كيفاش نوفروا الوقت ان نشرو لي زارتيكل قبل الافونس من الوقت اللي نحتاجوهم وفي لي بيريود دو بروموسيون. ما لازمش ديما نشرو لارتيكل باسكو محتاجينو، دي فوا نشري دي زارتيكل باسكو كانوا اون بروموسيون ومن بعد نلقاو حين اني محتاجتهم. ان شاء الله البنات الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله اني نفيدكم حتى وبنسبه قليله، يعني ان شاء الله تكون فاتتكم الفيديو هذه حتى بحاجه صغيره. بربي ان شاء الله جي بوكو دو فيديو اللي راح نديرهم لكم. ماذا بيا تبروبوزي لي كلكو فيديو كونسيرنون لي زاشا من الانترنت، وحابه اوسي بربي ان شاء الله بروشينمون نبدا لكم في لي فيديو تاع العمل على الانترنت كما راكم تشوفوا. ما حبيتش نهضر كما هضروا الناس كامل على الكورونا، درت غير اون فيديو كيفاش نخدموا لو جيل انتيسيبتيك. بالنسبه للناس كامل راكم هضروا وفاو بالنسبه ما يخص الكورونا. بربي ان شاء الله ندير لكم ثاني دي فيديو واحد اخرين فيما يخص الصحه بيسك سي لو دومين اللي راني فيه. الوغ ماذا بيا تسقسيني تبروبوزي لي دي فيديو باش هكا نقدر ندير لكم غير الحاجه اللي تفيدكم. نقول لكم مع السلامه ان شاء الله البنات، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر.